وعايز اقول للوزاره التحفه انه قناتكم اللي انتوا عاملينه عشان تسكتونا ما بنسكتش. وعايز اقول لحسام عيسى، يا حسام يا عيسى، الخرطوش بيموت ما بيلسعش. الشعب يريد اسقاط النظام. اخر حاجه هقولها لكم عشان بس الناس المطبلاتيه اللي بيطلعوا يقولوا الثوره يعني ايه الثوره مستمره. احنا اللي قدمنا 5 مشاريع للوزارات عشان يطهروا الداخليه، والداخليه لسه زي ما هي كلاب وعالم ناقصه. احنا اللي قدمنا مشاريع للتنميه. كده كده مكملين غصب عليهم، التغيير جاي بالطلاب. شكرا.